هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. اليوم أبو قزيبة أمضى قانون المالية لسنة 2024، أضخم قانون مالية تاريخ. دراهم يا صاحبي حمر، تسير معاك ما تعرفش اللي الدراهم، ما تعرفش حتى تروح تتسوق وتشري شوية عند السلوبية بزيادة باش الشعب ما يديرش راشين عليهم، ما تعرفش واش دير بالدراهم، لأن حكامها سراقين جهلاء مجرمين، هذا واش فيهم؟ وما كاش كفاءة. شوفوا لما مضى قانون المالية واش كاين، شوفوا هذيك لاتاش اللي كاينة أثناء الإمضاء تاع قانون المالية. شوف شوفوا مليح في الصورة واش كاين، كلهم سيفيل، وزراء، وواحد عسكري، شي غير ديال وش يدير شي قريحة في حفل إمضاء قانون المالية؟ عمرنا ما شفنا قائد أركان الجيش لا في البورندي ولا في دغال إفريقيا ولا في أوروبا ولا في أي جهة ولا حتى في الجزائر، عمره قائد أركان الجيش محضر المراسيم إمضاء قانون المالية، ما عندوش صفة باش يجي بها، علاش يجي؟ تبو مش قادر يقولو ما تجيش، واش جاي يدير هذا العبد هذا؟ لأنه باغالون 1000%، مي فريمون باغالون تاع الصح القريحة. شاف اللي داير صالح كان يحضر لمراسيم إمضاء قانون المالية، لكن قايد صالح ما كانش يحضر بصفته قائد أركان الجيش، كان يحضر بصفته نائب وزير الدفاع وبالتالي عضو في الحكومة، يحضر اجتماعات الحكومة لأنه نائب وزير، عنده صفة وزير. أما قبل ما يتعين في جويليه 2013، يعني شهرين قبل ما يتنحى توفيق، ما كانش يحضر كقائد أركان، ولكن سعيد بوتفليقة ذاك الوقت اللي كان هو مع عودة خوف في جويليه 2013 خايف من توفيق، دونك باش يضرب توفيق قلت له نضربو بعسكري، شكون العسكري يضربو بيه؟ قايد صالح، لأنه القايد صالح كان أكبر متملق لبوتفليقة، كان أكبر متملق لبوتفليقة، القايد صالح، هذا يعني باش شيات منبطح انه القايد صالح ما عنده حتى مؤهلات باش يكون قائد اركان جيش او يكون قائد او يكون نائب وزير الدفاع، كان والو الله ينوب. وشنو سعيد بوتفليقه شد حاجه انه القايد صالح متملق، وقبل ما يمرض بوتفليقه قبل ما تجي للجرطة كان ديجا مرض بـ كونسير تاع ليستوما،
مشى لباريس وداوا ودار الناطق الرسمي باسمه الشاب مامي. ايه هذا بوتفليقه، هذا الشاب مامي هو اللي يخبر الشعب باللي راهو لاباس. الا راك متذكر بعد المرضى بوتفليقه اجتمع مع سلال توفيق والقايد صالح سلال كان الوزير الاول، توفيق كان هو حاكم الامن دي ار اس، و قايد صالح قائد اركان الجيش، عينوا في بلاصه العماري في العهده الثانيه تاعو. وقال بوتفليقه يعني واش رايكم نكمل العهده هذه الثالثه ونمشي؟ لما بقيت انا راني تعبان مريض قال واش رايكم؟ توفيق قال له وي درت اللي عليك، هذاك هو فيها بركة يعني تو باس. سلال كيف كيف تبع توفيق واش قال له توفيق؟ قال سيد الرئيس مديت اللي عليك والجزائر ما تنكرلكش خيرك وكذا وكذا وكذا. قالت له قالوا لا مادام تحي انت هو الرئيس وانا ما نتحي حتى واحد خلافك انت، وانت تبقى الرئيس وانا هنا نحميك. لي سايب الفريقة تحت فيه نعم لي نحا غادي يعين القايد صالح نابلس جسد باش ينحي توفيق، باش ينحي هو بالنسبة لي. وأنا هذا كلام قاله لي أنا شخصيا سايب وجلا، يقول لي أنا قاعد نحارب في السيستم وأنت تسب فيا. قلت شكون السيستم اللي تحارب فيه؟ أنت قلت السيستم اللي نحارب فيه من 92 السي أنت صباح الخير هذا ولا أنت خايف تنحي توفيق؟ توفيق نصف عليه يطيح إني ريان دي تو وانت راك غلط فيه. وجايب لي القايد صالح ديرو نائب رئيس نائب وزير دفاع والراجل اللي هو ميم طو اوبيراسيونيل اللي شاف لي تماجور. وديجا من قبل منها بعد قبل ما ينحيه كان صنده كان راح صنده هو مازال لان عندي لي كاتب دي كمانش زي قاردي بو ليستوار ما كانش مسخير. يبعثوا في تي اس ا توجو لالجيري لو سيت تاع تي اس ا كان يخدم بهم سعيد بوتفليقه، يبعثوا ينشروا خبر يقولوا باللي مديريه الامن الداخلي تولي تابعه لوزاره الداخليه، مديرية الأمن الخارجي تابعة لوزارة الخارجية، ومديرية أمن الجيش هي ديجا تابعة ليتاماجور. تابعة ليتاماجور وقت القايد صالح. باسكو ما تكونش. خلاص درسنا في هذيك. توفيق باعث لي واحد باش يقول لي يا ولدي حبس من كدا ويرحم باباك ودرك نفريو لك مشاكلك. قلت له ما عندي حتى مشكل، انا هنيتوني ولقدر الجريده هنيتوني ما عندي حتى مشكل. دونك راجل سمعنا هو معايا حتى الاخر، حنا نمشيو في الطريق في باريس نحل تيسا شو غلطتو تاني بعدك راهو رفدو الماء. اوف شوف شوف نهش توفيق طبعا جا الخبر تليفون الجماعه الناس هذا اللي نعرفهم هذا دروات على جوش قال واش الحكايه هذه واش كذا واش كذا. كانت 11 تاع الصباح كان واحد اف يسكن في جنيف قال لي درك نسقسي لك. عيط الامريكان عيط دروات على جوش عاد عيط لي مع الزوج قال لي تنحات من تياسا. لا قال لي تنحات نحاوها تيسا قام امر قال نحاوها نحال. وعلاش؟ لانه توفيق
لما بلغوا الخبر وشاف الشيء هذا اللي خرج في ياسا عيط لروغاد السكرتير تاع بارتي كبير تاع بوتفليقه، قالوا باغي نشوف الرئيس، قالوا داكور. الاخر قال سعيد، قالوا توفيق باغي يشوف الرئيس، والرئيس عاد يشوف كان مريض اش يقول له سعيد، يقول له عاود عيط له وقول له عندك ان ريسبونسابل هيراشيك، عندك مسؤول فوق منك في وزاره الدفاع، نائب وزير الدفاع. شوف معنا نائب وزير الدفاع، اما توفيق شاف معنا نائب وزير الدفاع، عيط للقايد صالح واشنو هادي واش كذا واش منا، ولا لقايد صالح عيط لسعيد قال له حبس علينا هاد السينما. شوف كيفاش يعني الجزائر تفونكسيوني، شوفوا كيفاش الجزائر تفونكسيوني يا جماعه. يوم يجيني هنايا بوال موش قادر يشد روحه بليكوش بالاخف، يعني يروح يحكم، يروح يحكم دي لاروتيرا تاعو، كان عمي 78 سنة فيها باراكا سي تيرميني، بدأت في 79، فاش تفيد الجزائر سي شنقريحة؟ فين كريمينال؟ تقتل انت، قتل الجزائريين بيدك، وهم شاهدين عليك وكتاب شي مكتوب، الحاجة اللي توثق في كتاب تيرميني، ما بقاش لعب، وتبقى في كتاب قتلت مواطن في الخضارية، وأكيد قتلت غيره، مجرم، تدير أنت في حفل إمضاء القانون المالية، ولكن ما نلوموش، أنا ما نلومش شنقريحة، النذل تاع 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 تبون، قول واش دير هنا، امشي، امشي طبك كشف ولا، امشي، شنو هذا؟ كان باللوصيف، الله يرحمه. ثقافة يعني حتى من صغر يعني 45 45 سنة كان قائد أركان الجيش، هذا ما يقدرش يقعد قدام شادي، شادي ما هو قاري ما والو، بصح يفرض روحو، حطوه العسكر وي بصح فرض روح عليهم، ما يعرفش عليه. فترة اجتماع في مقر أركان قيادة الجيش، قيادة أركان الجيش كانت في عين ناجة، وكان بالوصف قائد أركان الجيش، يجي يديروا اجتماع برئاسة شادي بصفته قائد الأعلى للقوات المسلحة، يجي معه العربي بالخير، جاء داخل القاعة قال العلمي، قالوا بالوصيف وين راك رايح؟ ما متفهموش، كانت نايضة دماغهم كبيرة، قالوا وين راك رايح؟ قالوا للاجتماع، قالوا نو، هذا اجتماع تاع العسكر تاع قيادة أركان الجيش، وأنت ماكش عضو في قيادة أركان الجيش، كان العلمي بالخير كان مدير ديوان شادي، وكان هو يعني الرئيس الفعلي للجزائر. كانوا متقاسمين الرئاسة من نهار العشية حتى الأربعاء العشية، العربي بالخير هو اللي مسيطر على الرئيس، ومن الأربعاء العشية لنهار السبت الصباح عائلة بورقبة لنساب الشاذلي هما اللي مسيطرين على الرئيس، هكذا كانت الجزائر، بصح ما كانش أسوأ من هكا من اللي راهي اليوم. دونك بالوصف قالوا ما تدخلش الاجتماع، قعدوا بالخير ستوت يعرف لا كيفاش، مشى عند شادي قالوا انا ما نحضرش للاجتماع سي العريس، قالوا علاش؟ قالوا سي مصطفى ما بغاش، هاي سي مصطفى ما بغاش،
قال لي هذا اجتماع تاع قياده اركان الجيش. شادي كان العربي بن خير ساكن له في مخه، ساكن له في مخه. قالوا ريح انا، دخلوا القاعه، قعد شاف شادي، قال له وين راك سي العربي؟ بالوصيف بجنبه، وعلى اليسار على اليمين بالوصيف، على اليسار شلوفي كان امين عام وزارة الدفاع. شاف مع بلوصيف قال له انت سمرينو تاع قيادة اركان الجيش، ما عندوش علاش يحضر، ما رضوا والو. شاف مع تاع الحرس قول له سي العربي يدخل، دخل قالوا راح تشمي. دونك بلوصيف دنا خلى بلاستو للعرب بالخير، ما حبستش هنا. شوف شادي كيفاش كان، رغم منه نيفو سي دو نكذا، حضرت اجتماعين معاه، كل اجتماع دام ثلاث سوايع، نقول واش لي بلا الجزائر، واش بالولي تحت على الجزائر، مستوى يتكركر. كين طارق من غضبة بعد اجتماع، واش حدث؟ يبعث العرب يعني بلاغ إحالة اللواء مصطفى بن لوصيف على التقاعد لأسباب صحية. كنا في سنة 86 لأسباب صحية. إيفيدامون وقت لاباساسيون، قبل لاباساسيون مون غدوا راح بن لوصيف دار اجتماع مع ليكيب تاعو، الطاقم تاعو، لي كونسيي ديالو. كانوا كانو دي جون، كان دي جون منهم يا في رضوان هذاك الوقت، مصباح مندوشة كان معاهم، كان في وزارة، كان أمين عام، مسعود عظيمي بيان سور، كان الآخر كانو جماعة دي جون. بون هذا لما قالوا يقولوا أسباب صحية، شوفوا فيا راني لاباس عليا، يقولوا عليا بلي راني داير الجهوية وداير صحاب عنابة وصحاب وبدا معاهم تفني، انا من العلم، انا من البياض، كل واحد منين، كلكم من الجزائر. وبون شاف مع بلوشات، قال له البلاد راهي امانه في يدك، ولكن بلوصيف كما يهمش نتعامل مع بلوشات ومع القدامى جيش التحرير، كان يرو لي وحده، يروني واحد ما يرونيش اون بلان، وتاع فرنسا يروني اون بلان. لان على كل حال بلوصيف كان في حرب مع قدماء الجيش الفرنسي مع لي داف شيء. وطبعا العربي بالخير هو واحد، وكان هو راس الحرب، هو انا شاهد على قصه لا فيلا سبيحه اللي وصلت بلوصيف التريبيونال ميليتير والحكم عليه بخمسطاش سنة حبس. وعشت هذيك المحاكمة، كنت ذاك الوقت خرجت من الجيش، درت يومية الأصيل، كنت مشيت العام، ومن قبل ما صرات كنت أنا في الديوان تاع جنرال بتشين، وحضرت المكالمة هاتفية ما بين بتشين وبلوصيف حول فيلا الصيحة اللي كانوا حابين يدخلوها عليها الحبس، ودخلوها عليها الحبس. كاش كان كيفاش كان اليوم يجيني واحد بوار قائد اركان الجيش، واحد مجرم قتال، ما كلهم ما يسواوش، ولكن كان رخيص من رخيص. ايه كان رخيص من رخيص. نعم، شوفوا الباقيه تاع اخبار تاعنا.